هلا وسهلا، كل شيء في الأرض هو أمانة بين أيدينا، ولا تستهين بأي عمل أنت تقوم فيه، فهو يصنع تغيير فيك ويصنع تغيير في الناس اللي حولك. المساجد هي بيوت الله، وهي المكان اللي نتعبد فيها ونلجأ لله فيها. تعرفون أن عدد المساجد حول العالم 3,600,000 مسجد، بواقع لكل 500 مسلم مسجد واحد. المملكة العربية السعودية تعد المرتبة السادسة في عدد المساجد والجوامع، وحسب إحصائية 2016 يوجد لدينا 100,000 مسجد في المملكة العربية السعودية. وفي حديثنا اليوم راح ناخذ جزء بسيط من هال100,000 مسجد، اللي هي 9,000 مسجد، هي المساجد اللي على الطرقات، المساجد اللي في المحطات، المساجد اللي يمرون منها ناس كثير ولا لها ناس معينين. يا ترى كيف حال هذه المساجد؟ غالباً ما المحطات اللي على الطرق السريعة بين المدن يعني بالمملكة ما شاء الله أنها مخدمة، لكن ما هي VIP ولا زي الأوتيلات. لا طبعاً ما تحظى الاهتمامات، ما أعتقد مصليات المحطات تحظى بالاهتمام الكامل. مصليات المحطات لا تحظى باهتمام كامل. غالبية عظمى زي ما أنتم شايفين إنه يقولون ما حد يهتم فيها، زي المساجد العامة أو الجوامع. يا ترى وش ينقصها هذه المساجد؟ أعتقد ينقصها كثير، مثل نظافة دارات المياه. عندك السعة مثلا ينقصها أنها تصير واسعة أكثر وأكثر. عندك الاهتمام، اهتمامها مرة نازل. هي ينقصها النظافة والاهتمام والترتيب، خصوصا الفرشات. اعتقد ان المصليات عندنا ينقصها كثير من الاهتمام، من ناحيه النظافه، من ناحيه خدمه ذوي الاحتياجات الخاصه، توفر المناديل الورقيه، التعقيم والتطهير. من السيء ان احنا نشتكي ان بيوت الله هذه فيها قله نظافه وفيها قله اهتمام، ولو كل واحد دخل يصلي في مسجد محطه وعامله معامله بيته كان لقيناها في أجمل وأنظف حال. فاصل ونرجع لكم مع مبادرتنا. مبادرتنا اليوم مع شباب سخروا وقتهم مرة في الأسبوع لتنظيف بيوت الله اللي ما في أحد ينظفها. خنروح لأول مسجد ونشتغل عليه. السلام عليكم كابتن محمد. عليكم السلام. يا الله حيك، كيف الحال؟ شلونك؟ عساك طيب؟ كنا طيبين. قاعد اشوف الشباب يشتغلون ويدهرون، وش السالفة اليوم؟ والله اليوم عندنا مبادرة تنظيف مساجد، وهي مبادرة الحقيقة تسعى أكاديمية الوفاء الخيرية بأنها تستغل طاقات الشباب في هالاتجاه، الاتجاه الإيجابي مثل ما نشوف. المبادرة هذه الحقيقة تعنى بتنظيف المساجد أو بالتحديد المصليات الصغيرة اللي عادة ما يكون في عامل يقوم على نظافتها وعلى صيانتها، وعادة تكون متواجدة زي ما احنا شايفين في محطات البنزين أو على الخطوط السريعة أو في الأماكن الحقيقة اللي تكون مهجورة عادة، ونستهدفها بحكم أنه عملية النظافة فيها تكون قليلة وعملية تجهيزها يعني للمصلين تكون قليلة. كيف أقنعت الشباب هذولي أنهم يشتغلون زي في مجال النظافه؟ يعني احنا تعرف الشباب احنا عيب وما عيب، وفي صغار السن يعني في حاجز ما بعد انكسر، قيدنا كثير يمكن العادات والتقاليد. صحيح. قيدنا كثير يمكن الروابط اللي احنا نسميها يعني شكليه في المجتمع. اعتقد اخوي انس وانت يمكن من الناس ما شاء الله عليك اللي في مجال التطوع ومجال العمل الخيري، دائما الانسان يجب يتنازل في المجال الخيري عن كثير يعني من الأمور اللي هو يعتقد أنها خطأ، لأنه العمل الخيري هو عمل يعلمك التواضع،
طيب. يعلم الشباب هذول النزول مستوى العامل هذا اللي هم عادة يتمتعون باللي يقوم فيه من نظافة من يعني صيانة، هم الآن يمارسون نفس الدور. أعتقد أنهم سعداء مثل ما تشوف، ما تأخذ منها مشقة وتعب، هي أجر والحمد لله نقضي أوقاتنا بدل ما نقضيها أوقات فراغ يعني ما تستاهل، نقضيها في أجر تنظيف مساجد وأشياء تطوعية. الآن هم نظفوا من برا، جوا نظفوا ولا باقي؟ لا باقي، إن الخطوة الأولى طبعاً تكون برا المسجد. يعني في عندكم خطوات، وش الخطوات اللي تقدمونها؟ عادة هي شوف إحنا عندنا 10 مبادرات ولله الحمد. لا أبي تنظيف المساجد. بالضبط. إحنا عندنا 10 مبادرات من ضمنها تنظيف المساجد اللي هي المبادرة تعتبر الثانية. حلو. طبعاً نقوم على نظافة المسجد وصيانته وتأمين الماء في داخل الثلاجات. يعني موية وتنظيف خارج وتنظيف داخل. ونطيب المسجد أيضاً. ما شاء الله حتى طيب. الحمد لله إيه. ونأمن يمكن وعادةً هذه المساجد ترى أو المصليات ترى احتياجاتها قليلة جداً مو هي مكلفة. يعني أنا أدعو إخواني صراحة في المجتمع إلى الاهتمام بهالجوانب، وهي جوانب الحقيقة إحنا. كانت معاناة على الخطوط الطويلة، طبعاً على الخطوط الطويلة دائماً الناس تعاني من المساجد قليلة. ميب مريضة بذاك الزي. حتى يعني اهتمام يمكن هيئة السياحة كانت من ضمن أولوياتها للاهتمام بمصليات الخطوط الطويلة. أعتقد أن تكاليفها ما تكلفنا في المرة الأولى أو المرة الواحدة يمكن حدود 200-150 ريال. كل تكاليف أعتقد هذا مبلغ يعني زهيد أمام أجر كبير يحظون فيه الشباب وإحنا نحظى فيه. والشباب هنا عملهم فقط تطوع لوجه الله يستمتعون فيه، ولا هل في مردود انتم تقدمونه لهذا الشباب؟ احنا مبادراتنا في اكاديميه الخير الوفاء الخيريه الحقيقه يعني نحمد الله ونشكر الحقيقه يعني تجينا بكل امانه يعني تقريبا وش اقول لك انا مبادرات اخرى يعني في سبيل ارضاء الشباب هذول. تجربه جميله ونستفيد منها بدل ما نضيع وقتنا في اشياء غير مفيده. نبي نشارككم في هالأجر هذا. بالعكس احنا سعداء اليوم فيكم في هالزيارة، والله يحييكم. الآن بننتقل للمرحلة الثانية داخل المسجد بإذن الله. المساجد الصغيرة والمصليات الصغيرة هي عادة ما يكون فيها عامل نظافة، اللي هو عادة المساجد الرسمية المعتمدة يكون فيها عامل النظافة والصيانة وتطيب المسجد و عملية يعني فتح باب المسجد وإقفاله أثناء مثلاً عدم وجود مصلين. هذه الحقيقة مهمة متوفرة في المساجد أو المصليات الصغيرة. طبعاً الحين كابتن محمد أشوف الشباب خلصوا من برا. إيه. ننتقل للمرحلة الداخلية. وش في المرحلة الداخلية عندنا؟ حيكون في تنظيف وتطيب ووضع المياه الصحية في مكانها. بسم الله. المخصص. بسم الله. يلا شباب ننتقل للمرحلة الداخلية. يلا. تفضلوا. احنا توجهنا من بعد الانتهاء من تنظيف خارج المسجد للداخل مع المجموعة. يا ترى وش ابرز المهام الموكلة للشباب في المرحلة الداخلية من عملية التنظيف؟ طيب الان اشوفك يا استاذ محمد، الشباب كل واحد منشغل، وش قاعدين يسوون؟ وش الترتيبات اللي موجودة داخل المسجد؟ ممتاز. طيب نبدأ بحبيب. حبيب ينظف طبعا الثلاجة، حتى نعرف المصليات وهذه يكون متوفر فيها يعني ثلاجة الماء، وهي تكون الحقيقة مهمة جدا. نشوف كثير من الناس يعني من عبر السبيل من يعني يحاول انه يشرب موية تكون باردة طبعا. هذه مرحلة. نواف طبعا عنده ترتيب المصاحف وتنظيف نفس القواعد حقتها، وبعدين آخر مرحلة طبعا اللي هي المناديل يحطها في نفس العلب هذه اللي حتى جايبين معكم مناديل. اي المناديل لازم نوفرها ايضا. اي والله. باقي الشباب مثل ما تشوف يعني هنا طبعا نايف يعطيه العافية قاعد ينظف القاعدة حقت المصاحف، وبعدين يرتبها على اساس انه تكون ان شاء الله في يعني متاحه للشخص اللي بيصلي ان شاء الله ويقرا القران. ايضا محمد يعطيه العافيه، نشوف مع الخرقه الحمراء هذه يحاول. هذه طبعا ما تم اي مسح فيها للمصاحف الخرقه. يفترض انه اي ما ينظف فيها للمصاحف طبعا، وخرقه طاهره هذه ومهيئه وموجوده اساسا هي في مكانها. طبعا كابتن محمد انا اليوم ماني بواقف كذا، لازم اني اساعد واشتغل معاكم. تعطيني تكفى خلنا يلا نبدأ. حبيب نعبي الثلاجة. يلا بسم الله. يلا نواف. يلا نواف تفضل. يلا نواف. طبعا في شيء أنا أحب أشيد فيه، اللي في بعض الإخوان يمرون يعني من هنا ويتبرع لك مثلا يحط كراتين في المسجد، كراتين موية، والموية من أكثر الصدقات اللي وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها أجرها كبير، وعادة يعني
يكون في ناس تمر وما تقصر بصراحة في المويه. إيه تحط كراتين في المسجد واللي يحب يساهم عاد يجي مثلا يوزعها. خلصنا كرتون ما كم ولا دقيقة. إيه ما ياخذ طق طق. أنا قلت لك شوف اللي يحب دقيقة هذه فيها تقريبا 40 مويه يعني أنت بالضبط. تسقي 40 عطشان بالضبط. يعني أنت لو حبيت تبادر ترى عمل خير ترى ما يكلفك شيء لا من وقتك ولا من جهدك حتى. أنت شفت الآن في أقل من دقيقة قدرنا أن تقريبا شبه نعبي الثلاجة. ودائما الواحد يشعر بسعادة كبيرة بكل أمانة وهو يؤدي العمل هذا ويشعر بشيء من الفخر والاعتزاز كونه يؤدي عمل فعلا في كثير من الأجر ولا يكلفك شيء يعني قلنا لا من وقتك ولا من جهدك بصراحة. طبعا احنا الآن خلصنا الموية فقل من دقيقة ونص تقريبا وقت قياسي ما شاء الله. وش باقي عندنا الآن ننتقل طبعا ترتيب المصاحف وترتيب واجهة المسجد ما شاء الله. شوف المنطقة هذه حطنا خلنا نرتب معاكم نايف يلا رتبها. هنا واجد تعال منا محمد شوي روح كذا خل أنس يرتب خلي عشان ياخذ الاجر. الله يعطيك العافيه كابتن محمد. ناول المصاحب بعدين ما شاء الله تبارك الله كلها نظيفه يعني ما الشباب الله. ما قصروا لا ما تنظيفهم زين لا توصيهم لا توصيهم متعودينهم طبعا ما شاء الله. النشاط هذا باستمرار نقوم فيه كل اسبوع. طبعا ابو صالح اتوقع ما باقي الا المناديل. اي بس هذا اللي باقي لا والطيب عاد في الاخير. احمد روح يلا. وانت يا عبد الرحمن من اليوم ما زينت شيء. يلا يلا وحش ممتاز طل الله عليك سرعه متناهيه. برافو احمد شيخ احمد كبير كبير الله يعطيهم العافيه. وروح العافية. روح المسجد الثاني يلا. انا متحمس اجر اجر نبي اجر. لا لا انت نبي زود يبيلك زود يبيلك زود مبادرات موفقين ان شاء الله. فاصل ومكملين معاكم بعد الفاصل. طبعا هذا أنا الان عند المسجد الثاني قربنا من عنده او المحطه الثانيه اللي فيها مسجد اللي فيها مصلى على قولتهم. وباذن الله راح نخليه يلق لق يلق لق انه جدد بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو هذا وصلنا والشباب وصلوا. هلا والله كابتن محمد سهلا. الحين احنا عند الموقع الثاني هذا مسجد اخر تشوفه انت مسجد يمكن متواضع وهو طبعا في محطه مثل ما قلنا اول ونستهدف المساجد هذه على اساس انها زي ما قلنا بس باين انها انظف من اللي قبل. ايه انظف كثير يعني انتم شيكتوا عليه؟ لا احنا شفناه بس كذا نظره. وش يحتاج طيب؟ والله ما يبيله كثير هذا يحتاج يمكن مويه مناديل تنظيف الارضيه وبعض الاشياء فيه. وهذا فريق العمل حقنا ان شاء الله نتعرف عليهم الابطال خالد وعبود وابراهيم. الله يوفقكم الله يعطيهم العافيه ان شاء الله. يلا بسم الله ننطلق. يلا ننطلق ليتس جو. يلا بسم الله بسم الله. احنا ولله الحمد في اكاديميه الوفاء الخيريه الحقيقه نعلم الشباب لعب كره القدم لكن نستفيد ايضا من طاقاتهم في مجالات كثيرة. عندنا 10 مبادرات قلت لك من ضمنها مبادرة دقيقتين لله وهي خاصة بالسائق أو قائد المركبة. عندنا مبادرة تنظيف المساجد. عندنا مبادرة تفطير صائم. عندنا مبادرة المشاركة في الأعمال المجتمعية مثل تنظيم الدوري السعودي للمحترفين. ومبادرات الحقيقة تمتد لعشر مبادرات.
فريق العمل اللي يطلع من 12 إلى 18 شاب إلى 20 شاب إذا كانت المصليات كبيرة أو المساجد كبيرة. الفريق طبعاً يقوم على عناصر العمل المهمة وهي توفير أدوات النظافة وتجهيز المسجد وبالمياه اللي هي مياه الشرب وبأكرمكم الله المناديل وبكل شيء يهم المسجد. هذه بيوت الله، مهما كانت، مهما كانت الجنسيات اللي تصلي فيها، مهما كانت المستويات اللي تصلي فيها، لا تقول هذا مسجد محطة وتمشي وتخليه، لا، أو ترمي فيه شيء وتخليه، حافظ على نظافته، هذا بيت الله. نشوفكم بكرة. ونعطيها عربية بديلة، نعطيها عربية بديلة في حيث إنه ما قدرنا نصلح عربيتها في نفس الوقت. هذه جمعية متخصصة في خدمة الناس المقعدين اللي على كرسي.